وإني أحذركم من هذا المقام من خمسة ألعاب، إن كانت في بيوتكم حطموها، أخرجوها، أزيلوها، فروا منها كفراركم من الأسد. خمسة ألعاب صنعت في العالم وفي المسلمين ما لم تصنعه القنابل ولا حتى المسلسلات والقنوات الآن على فسادها. خمسة ألعاب: الأولى لعبة الحوت الأزرق، هذه اخترعتها روسيا عام 2015، وهذه من أخطر الألعاب الإلكترونية ولم تحضر إلى هذه اللحظة في العالم. هذه اللعبة مكونة من 50 مهمة أو من 50 مرحلة، في آخر المراحل يصل اللاعب إلى قتل نفسه أو انتحار نفسه، وقد حصل من هذه اللعبة في إحصائية 100 حالة انتحار من هذه اللعبة. وحصلت عندنا لعبة الحوت الأزرق تؤدي إلى قتل النفس. اللعبة الثانية لعبة مريم، هذه اللعبة انتشرت في دول الخليج وأرعبت بيوت الخليج. هذه اللعبة تفقد أو تذهب فتاة يقال لها مريم، تتوه وتضيع، ويبدأ اللاعب يبحث عنها، ومراحل تمر عليه مراحل تلو المرحلة حتى يصل إلى حالة بأن يكون منفردا فيها، ثم يهدد في أهله، فإما أن يموت أهلك ويقتلون أو تقتل أنت أو تقتل نفسك، فيؤدي إلى قتل نفسه من أجل الحفاظ على أسرته. وحصلت بعض القضايا. اللعبة الثالثة وهي جنية النار، جنية النار، هذه لعبة خطيرة تعتمد في هذه اللعبة على النار، ومراحلها كلمات وعبارات سحرية تؤثر على الشاب والذي يمارس هذه اللعبة حتى تسيطر على عقله بأن باستطاعته أن يتحول مباشرة إلى جني نار، وتعتمد على النار والغاز ومواقد الطبخ، ثم بعد ذلك لابد أن يغلق الغرفة وتكون مظلمة ويكون معه نار، ثم بعد ذلك يشعل نفسه وفي هذه اللحظة يتحول إلى جني. وهذه قد وقعت، وأخبركم بأشياء حتى تعرفوها إذا عندكم طلاب أو أبناء. إذا رأيت الشاب أو ابنك يكتب على يده حروفا، هذه من شروط اللعبة، أن يحرك بيده، يحرك في يده بعض الحروف وبعض العبارات وبعض الوشوم وبعض الشعارات، فيخاف الابن أن يحرق هذه الأصبع أو هذه اليد فيبدأ باستخدام القلم. هذه ترى من خطوات هذه جنية النار. ثم انتقلوا إلى ممارسة سلب العقل حتى يعيش الرجل أو الممارس لهذه اللعبة بغير عقل، لا مبالاة، وهي أخطر لعبتين تتعرض. ثلاث اللعب هذه تشمل جميع الأطياف. اللعبة الرابعة هي لعبة تسمى فورت نايت. هذه الفورت نايت عبارة عن مراحل وقتال تعلم الذي يمارسها، والشرط الذي يمارس هذه اللعبة أن يكون عمره من 6 سنوات إلى 12 سنة. يمارسها هذا الطفل فيجلس 4 ساعات 3 ساعات ويعيش مع أناس مجهولين، لأنها تعتمد على السيرفرات وعلى أونلاين، بحيث أنه يمارس اللعبة مع شخص ما يدري من هو، قد يكون خارج المملكة، قد يكون داخلها، قد يكون ملحد، قد يكون مسلم. ولذلك الآن كثر الإلحاد، والآن بدأ النساء يخرجن، وتخرج الفتاة وتعلن الإلحاد وتشرب الخمر وتأكل من الخنزير. بسبب ماذا؟ بسبب هذه الممارسات، هي خطوات. فهذه اللعبة تعلم على الرقص،
تعلم على الانسلاخ من العقيدة والهوية والأخلاق. بدأت عام 2015 برقصة اسمها جانجال ستايل، وهي بمعنى ركوب الخيل، ثم تطورت إلى رقصة تسمى رقصة الدود، ثم بعد ذلك تطورت إلى رقصة العام سميت رقصة المراوغة الكهربائية، ثم بعد ذلك تطورت إلى رقصة المرأة الشابة التي كانت ترقص عام 1923 ميلادي. ثم لا شرط ألا يتم الرقص إلا على أنغام موسيقية خاصة بعباد الشمس وعباد الشيطان، وتتم هذه الرقصة. وآخر الرقصات المشهورة وهي آخرها هي رقصة الخيط، وهي آخر رقصة يفعلها أولادنا اليوم. تجد ولدك صغير ما هو متوازن، حرك إيديه حرك رجليه ما يثبت. في المسجد رقصوا، في المدارس رقصوا، في الأماكن رقصوا، في الشوارع رقصوا، أثرت عليهم تأثيرا بالغا. ثم آخر لعبة هذه البوب جي، هذه لعبة صممت باحترافية كبيرة، يشترك فيها 100 لاعب وكلهم على الأونلاين ويستخدمون سيرفرات. تخيلوا أن الآن الطلاب الجامعة يلعبون هذه اللعبة والمحاضر يشرح لهم الدرس، والطالبات بكثرة كاثرة هذه اللعبة بوب جي. وتعني هذه العبارة هي ساحة المعارك للاعبين المجهولين، ما تعرفهم. والآن أصبح عقول شبابنا وشاباتنا بالساعات يقضون في هذه الألعاب حتى دمرت العقول. تنادي ولدك يا فلان ما كأنه يسمعك، تكلم في أشياء معينة كأنه خارج الحدود وخارج الإطار.